أخبار اليوم. استاذ صبري فواز بنرحب بيك في بوابه اخبار اليوم وبنقول لك الف مبروك على الميزان، وكنا عايزين نعرف ايه اللي موزون في الميزان. لا هو مفيش حاجه موزونه لسه، احنا بنتمنى الحاجات تتوزن، يعني عشان كده بنعمل دراما ساعات وبنعمل حاجات عشان نقول يا رب الامور تتوزن. يعني الميزان بيتكلم عن صراعات كتير، من ضمنها الصراع في الفضائيات والقنوات الاعلاميه، ده بيتناقش ازاي وبتلعب دور ايه في المسلسل؟ دور جمال الشربيني صاحب قناه فضائيه وعالم كواليس عالم الاعلام ده، وعنده عالم تاني اللي هو اسرته ومراته وبنته، العالم الاسري ده. نوع الصراع في المسلسل دراما تشويقي، التشويق هنا طالع من منين بالظبط؟ من الحدوته وغموض الاحداث، انت كمشاهد بتكتشفها حبه حبه مع الاحداث، من الايقاع اللاهس، من الصوره اللي دايما تخطفك. يعني احمد عبد العزيز عامل صوره عظيمه، ان شاء الله هتنبسطوا. دورك كصاحب قنوات فضائيه او مجموعه قنوات فضائيه، دخول العالم دوت ما هوش سهل، وخصوصا ان المسلسل هيتعرض على قنوات فضائيه، فممكن انك تكون بتخبط في حد او بتكون فده. والله وانتوا بتدعوا لو القناه شافت انه مش عاجبها توقف ونعملها. يا عم مفيش الكلام ده، موضوع بسيط خالص، يعني مش هنتكلم في فضائيات. طب ايه نتكلم؟ هو مش هنتكلم في السياسه، مش هنتكلم في الشرطه، مش هنتكلم في القضاء، مش عارف نتكلم في التعليم طبعا، ولا نتكلم في السياسه، ولا نتكلم في الاقتصاد. طب ايه نسكت؟ يعني لا مش حاجه اسمها كده، واحنا ما نقصدش حد بعينه، احنا بنتكلم ونتامل اللي بيحصل. الفن عامه ده دور، يعني انه يتامل حاجه ويقول لك بص عليها، انت شوفها زي ما تحب، انت كمتلقي يعني شوفها زي ما تحب وانت حر. افراح القبه خلص منه قد ايه وبتلعب فيه دور ايه؟ بعمل فيه دور اسمه كرم يونس، ملقن فرقه المسرح اللي هي الحدوته حواليهم، ولسه كتير شويه شغل كتير لسه، ان شاء الله ربنا يعين ان شاء الله باذن الله. اتمنى لك التوفيق في الميزان وفي افراح القبه. بشكرك جدا وكل سنه وانتم طيبين.